تلعب أسماك القرش دور البطولة في الأفلام الرائجة على أنها أشرار يبحثون عن الدم، لكنها في الواقع أكثر روعة وتعقيدا مما تصور غالبا في الثقافة الشعبية. تم العثور على أسماك القرش في المياه العميقة والضحلة في جميع أنحاء محيطات العالم، وبعضها يهاجر لمسافات شاسعة للتكاثر والتغذية، ويوجد ما يقرب من 500 نوع منها. بعض الأنواع انفرادية، بينما يعيش البعض الآخر في مجموعات بدرجات متفاوتة. تتغذى معظم أسماك القرش على الأسماك الصغيرة واللافقاريات. تعض أسماك القرش الناس بدافع الفضول أو للدفاع عن نفسها من تهديد محتمل، أو لأنها تخلط بين الإنسان والفريسة. دعونا نغوص في المحيط ونلقي نظرة فاحصة على البعض من أسماك القرش لننطلق. السلام عليكم متابعي قناة ثقافة ومعرفة. قبل أن نبدأ الفيديو، دعونا نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قرش الحوت. قرش الحوت هو أكبر أنواع أسماك القرش، وأيضا أكبر أنواع الأسماك في العالم. يمكن أن يصل طول أسماك قرش الحوت إلى 65 قدما، ويصل وزنها إلى 75 ألف راطل. ظهورهم رمادية أو أزرق أو بنية اللون، ومغطاة ببقع ضوئية منتظمة. تم العثور على أسماك قرش الحوت في المياه الدافئة في المحيط الهادئ والأطلسي والمحيط الهندي. على الرغم من حجمها الضخم، تتغذى أسماك قرش الحوت على بعض أصغر المخلوقات في المحيط، بما في ذلك القشريات والعوالق. القرش المتشمس. تعتبر أسماك القرش المتشمس ثاني أكبر أنواع أسماك القرش والأسماك. يمكن أن يصل طولها إلى 40 قدما، ويصل وزنها إلى 7 أطنان. مثل أسماك قرش الحوت، تتغذى على العوالق الصغيرة، ويمكن رؤيتها غالبا تتشمس على سطح المحيط، بينما تتغذى عن طريق السباحة ببطء للأمام وتصفية المياه من خلال أفواهها فتخرجها من خياشيمها، حيث تحاصر الفريسة في الخياشيم. يمكن العثور على أسماك القرش المتشمس في جميع محيطات العالم، ولكنها أكثر شيوعا في المياه المعتدلة. قد يهاجرون أيضا لمسافات طويلة في الشتاء. تم اكتشاف سمكة قرش واحدة تم وضع علامة عليها قبالة كيب كود في وقت لاحق بالقرب من البرازيل. قرش ماكو قصير الزعانف. يعتقد أن أسماك القرش ماكو قصيرة الزعانف هي أسرع أنواع أسماك القرش. يمكن أن تنمو أسماك القرش هذه حتى يصل طولها إلى حوالي 13 قدما، ويبلغ وزنها 1220 رطلا. لديهم جانب سفلي فاتح ولون مزرق على ظهورهم. تم العثور على أسماك القرش ماكو قصيرة الزعانف في المحيط المفتوح وفي المياه المعتدلة والاستوائية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. القرش الدراس. هناك ثلاثة أنواع من أسماك القرش الدراس: الدراس الشائع، والدراس السطحي، والقرش الدراس إيلوبيس سوبرسيلوسيس. حيث جميع أسماك القرش هذه لها عيون كبيرة وأفواه صغيرة وفصوص طويلة تشبه الصوت. يستخدم هذا الصوت لجذب الفريسة وصعقها. قرش الثور. تتميز أسماك قرش الثور بكونها واحدة من أكثر ثلاثة أنواع متورطة في هجمات أسماك القرش غير المبررة على البشر. تمتلك أسماك القرش الكبيرة هذه أنفاً حاداً وظهراً رمادياً، ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي 11 قدماً ووزنها حوالي 500 راطل. تميل إلى كثرة المياه الدافئة والضحلة والمظلمة في كثير من الأحيان بالقرب من الشاطئ. قرش النمر. يحتوي سمك القرش النمري على شريط غامق على جانبه، خاصة في أسماك القرش الأصغر سناً. هذه هي أسماك القرش الكبيرة التي قد تنمو أكثر من 18 قدماً، ويصل وزنها إلى 2000 رطل. على الرغم من أن الغوص مع أسماك قرش النمر هو نشاط يشارك فيه بعض الناس، إلا أن أسماك قرش النمر هي من بين أسماك القرش التي يرجح أن تهاجمها البشر. القرش الأبيض. تعد أسماك القرش البيضاء التي يطلق عليها أكثر شيوعاً أسماك القرش البيضاء الكبيرة من بين أكثر المخلوقات رعباً في المحيط، وذلك بفضل فيلم جوس. قدر الحد الأقصى لحجمها بحوالي 20 قدماً وأكثر من 4000 راطل.
على الرغم من سمعته الشرسة، يتمتع القرش الأبيض الكبير بطبيعة غريبة، ويميل إلى التحقق من فريسته قبل أكلها. يمكن أن يجد في بعض الأحيان فريسة غير مستفاغة. قد يعض القرش الأبيض البشر، لكن لا يستمرون في قتلهم. القرش المحيطي الأبيض. عادة ما تعيش أسماك القرش المحيطية ذات الأطراف البيضاء في المحيط المفتوح بعيدا عن الأرض. كانوا يخشونها خلال الحرب العالمية الأولى والثانية بسبب تهديدهم المحتمل للأفراد العسكريين على الطائرات المنهارة والسفن الغارقة. تعيش أسماك القرش هذه في المياه الاستوائية والشبه الاستوائية، تشمل ميزاتها المميزة الزعانف الظهرية والصدرية والحوضية والذيلية ذات الرؤوس البيضاء، وزعانفها الصدرية الطويلة الشبيهة بالمجداف. القرش الأزرق. تحصل أسماك القرش الزرقاء على أسمائها من ألوانها، لها ظهر أزرق داكن وجوانب زرقاء فاتحة وجوانب سفلية بيضاء. تعد أكبر سمكة قرش زرقاء مسجلة ما يزيد طولها عن 12 قدما، بالرغم من أن الشائعات تقول بأنها تنمو بشكل أكبر. هذه السمكة نحيلة ذات عيون كبيرة وفم صغير، وتعيش في المحيطات المعتدلة والاستوائية حول العالم. القرش المطرقة. هناك عدة أنواع من أسماك قرش المطرقة، والتي تنتمي إلى عائلة سفيرنداي. تشمل هذه الأنواع رأس الجناح والمطرقة والمطرقة الصدفية والميسكوفيد والمطرقة الكبيرة وأسماك القرش ذات الرأس. تمنحهم رؤوسهم ذات الشكل الغريب نطاقا بصريا واسعا، مما يساعدهم في الصيد. تعيش أسماك القرش في المحيطات الاستوائية والمعتدلة والدافئة حول العالم. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة ثقافة ومعرفة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.